السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. هاي محاضرة علم الأدوية للتمريض. اليوم بدنا نحكي على السكيلتال مسل ريلاكسنس. السكيلتال مسل كونتراكشن أو الانقباض بصير بسبب تحفيز النيكوتينيك كولينرجيك ترانسميشن، الأسيتيلكولين بيخرج من العصب عند النيورومسكولار جنكشن عند التشابك العصبي مع العضلة، وبصير تحفيز للنيكوتينيك ريسبتورز وبتنقبض العضلة. هلا لشو احنا بنحتاج المسل ريلاكسيشن كلينيكالي؟ لشو بنحتاج يعني بالمجال الطبي؟ لشو بنحتاج الارتخاء العضلات؟ مسل ريلاكسيشن از ريكوايرد فور سيرجيكال ريلاكسيشن، ارتخاء العضلات عشان العملية الجراحية. تراكية الانتوبيشن اللي هي ادخال انتوبيشن لداخل القصب الهوائية عشان التنفس الاصطناعي. control of ventilation كمان تحكم في التنفس، بصير ارتخاء لعضلات الصدر عشان تصير الصدر يطلع وينزل على حسب ما الجهاز بدخل الهواء. طبعا هذول بيعملهم نيورو ماسكولار بلوكرز، ادويه اسمهم نيورو ماسكولار بلوكرز. وفي عندنا ادويه هم السبازمولتكس بيعملوا control of chronic disease. chronic disease يعني مثلا مريض عنده مثلا صرع، ممكن السبازمولتكس اللي هي تسيطر على هذا المرض المزمن، او للسبازم شخص عنده سبازم، صار عنده شد عضلي، صار عنده انجري انفلاميشن اوف ذا ماسل، فهو يستخدمها لفتره عشان يروح هذا السبازم، هذا اسمه سبازمولتكس. النيورو ماسكولار بلوكرز بيشتغلوا على السكيلتال مايو نيورال جانكشن اللي هو الاتصال العضلي مع العصب، بينما السبازمولتكس بيشتغلوا بالسي ان اس، بيشتغلوا داخل الجهاز العصبي المركزي. هاي المايند ماب اللي حنمشي عليها. السكيلتال مسل طبعا انا يعني هاي الشيء هاي المقدمه انا ما بسال عنها، هاي بس لإلك هيك. السكيلتال مسل ريلاكسنس عندنا نيورو ماسكولار بلوكرز وعندنا سبازمولتكس. النيورو ماسكولار بلوكرز عندنا ديبولارايزنج ونان ديبولارايزنج. سبازمولتكس عندنا اشياء اكيوت واشياء كرونيك يوز الاستخدام المزمن. النيورو ماسكولار بلوكر عندنا نوعين، نان ديبولارايزنج وديبولارايزنج. طيب النان ديبولارايزنج اللي هو شو بتيجي بتشتغل انها بلوكر، يعني آلية عمل بسيطة جدا، هي كومبتيتيف انتاجونست على الريسبتر. هون احنا عندنا الاجونست، الاجونست هو الاسيتالكولين، بيجي بيرتبط على الصوديوم تشانل اللي موجودة على العضلة، بيرتبط هون بحفز هاي الصوديوم تشانل، بتفتح بتدخل الصوديوم لجوا. لما يدخل الصوديوم لجوا بصير عندنا ديبولاريزيشن، ازاله الاستقطاب، العضله بتنقبض، بصير عندنا انقباض. النان ديبولاريزنج بلوكر بتنافس كومبتيتيف، هو انتاجونس كومبتيتيف، بيجي على هاي الريسبتر بيسكره، بمنع هاي القناه تفتح. لما يجي الاسيتالكولين، الاسيتالكولين بكون حسب من الكميه الاكبر، احنا بنعطي الدواء تكون كميته اكبر من الاسيتالكولين، ما بيقدر يزيح البلوكر عن الريسبتر فبتضلها مسكره، ما بقدر الصوديوم انه يدخل لجوا ولا تنقبض العضله. تمام؟ فاذا هم بلوكرز بسكروا القناه وبمنعوا دخول الاسيتالكولين، بمنع الاسيتالكولين يفتح القناه ويدخل الصوديوم لجوا. هذول كلهم بنعطوا بارنترالي، عشان هيك مين اللي بنعطوا في الاشياء الجراحيه. They prevent action of acetylcholine، بمنعوا الشغل تبع الاسيتالكولين at skeletal muscle end plate اللي هي النهايه العصبيه اللي عند اتصال العصب بالعضله الحركيه. increasing amount of acetylcholine can overcome the blockade، اذا زاد الاسيتالكولين، اذا الاسيتالكولين زاد في هاي المنطقه فالاسيتالكولين حيقدر ينافس هذا البلوكر، لانه هذا كومبتيتيف بلوكر، كومبتيتيف انتاكونست، بيقدر ينافسه ويزيحه عن الريسبتر، يشيله عن الريسبتر. طيب شو الاشياء اللي بتزيد الاسيتالكولين؟ اللي هي الكولين ستريز انهبيترز اللي حكينا عنهم بالاوتونوميك نيرفس سيستم زي اليوستيجمين والبايرودستيجمين. تمام؟ increasing amount of acetylcholine can overcome the blockade. Their effect is reversed. بنوقف شغلهم بكولين ستريز انهبيترز لانهم هذول بيرفعوا كميه الاسيتالكولين اللي موجوده في اللي عندهم منطقه التشابك العصبي. طيب عندنا امثله تيوبيكورارين. التيوبيكورارين هذا لونج ديوريشن، مصدره طبيعي من نبته اسمها الكورير. لونج ديوريشن بيعمل هيستامين ريليز، بيعمل تحسس في الجسم، بيعمل ريسبيراتوري باراليسيس اد ديبريشن.
بيوقف التنفس. ففي عنا بدائل احسن منه هلا حنحكي عنهم. الميفاكيوريوم شورت ديوريشن لانه بيصير له ميتابوليزم بالدم، ميتابوليزم بالبلازما كلين ستريس، سو شورت ديوريشن اوف اكشن مفعوله قصير، بيعمل هيستامين ريليز وبيؤدي لكمان ريسبيراتوري ديبريشن. نشوف القلامين، القلامين لونجر ديوريشن اوف اكشن اطول من التيوبوكرارين، ممكن يعمل ريسبيراتوري ديبريشن، يعني طبعا ريسبيراتوري ديبريشن بالجرعات العاليه مش الجرعات العلاجيه، بيعمل ريسبيراتوري ديبريشن وبيعمل هيستامين ريليز بس بالجرعات العاليه، فيري هاي دوز كوز هيستامين ريليز. يعني تيوبكورين وميفاكيوريوم ممكن بالجرعه العاديه يعملوا هيستامين ريليز، بينما القلامين لازم يكون جرعه كثير عاليه عشان يصير ريليز الهيستامين تحسس. ديبولارايزنج نيورو ماسكولار بلوكر اللي هو مثل واحد عليه اللي هو السكسينالكولين، سكسينالكولين او سكساميثونيوم، هو عباره عن تو اسيتال كولين مولكيولز، يعني هو عباره عن اثنين من الاستاكولين مرتبطين مع بعض، هو فيري شورت ديرشن اوف اكشن، بنعطى عن طريق انفيوجن، يعني طول العمليه بضلوا ينعطى انفيوجن، ميتابولايز باي بلازما كولين ستريس، بصير له ميتابوليزم بالانزيم اللي موجود في الدم. اوكي آلية عمله انا ما راح يعني آلية عمله نوعا ما معقده ما راح ادخل فيها، المهم انه هو ديبلرايزنج يعني بيعمل اول شيء تحفيز، اول شيء بيعمل تحفيز اول للعضله، بعد هذا التحفيز بصير شلل للعضله، فهو اسمه ديبولارايزنج لانه اول شيء بحفز بعدين بيعمل ارتخاء بالعضله. سايد افكتس مسل بين، الم في العضله، ريجرجيتيشن، ممكن المريض يصير تطلع السوائل من فمه، وممكن يصير اسبيريشن اوف جاستريك كونتنت، يعني يطلع السوائل وممكن يتنفسها، والاسبيريشن هذا خطير خلال العمليات، ممكن يعمل التهاب بالرئه. هاي بالنسبه للنيوروماسكولار ريدكشنز، هاي الادويه اللي عندنا. خلينا نشوف السبازموليتكس، السبازموليتكس بيشتغلوا بالسي ان اس، هذول يستخدموا عاده بالاشياء الكرونيك او ممكن ببعض الاكيوت كونديشنز زي السدن مثل سبازم، حد صار عنده شد عضلي، كونديشن تو ريديوس اكسسيف ماسل تون، عشان يقللوا من الماسل تون او عدد انقباضات العضلات. They act in the CNS while dantrolene بيشتغل على السكيليتال مسل، كلهم بيشتغلوا بالجهاز العصبي المركزي ما عدا الدانترولين بيشتغل على العضله نفسها. هذول عاده يتاخذوا اورالي، في منهم بيتاخذوا برنترلي بس الاغلب بيتاخذوا اورالي. الباكلوفين هذا جابا بي اجونست، بيعمل سيديشن بنعس تكون بأثر على الجابا. ديازيبام هو جابا اي، بأثر على الجابا اي ريسبتر، بيزيد شغل الجابا، كوز مور سيديشن، بنعس كثير، هذا من السايد افكتس تبعته. ديازيبام هو نفسه الفاليوم، هذا اسمه تجاري، تيزانيديد اسمها بين قوسين هي تجاريه، ريليتد تو كلونيدين، يعني بيشبه كلونيدين اللي حكينا عنه بالاوتونوميك، هو الفا 2 اجونست، بيعمل هايبوتنشن، دراي ماوث، سيديشن اند دراوزنس، بنعس وممكن يعمل هايبوتنشن، دراي ماوث وسيديشن ودراوزنس. السايكلوبنزابرين يستخدم للأكيوت مسل سبازم لشد العضل اللي هو شديد جدا، الأكيوت. الأنترولين بيشتغل على العضلة فما بيعمل سيديشن، ما بينعس لأنه بيشتغل على العضلة نفسها. Act in the skeletal muscle، بيقلل من الريليز، reduce release of calcium، يستخدم بحالة ارتفاع درجة الحرارة شديدة، malignant hyperthermia، بيقلل من الكالسيوم اللي بيطلع خلال المالجنت هايبرثيرميا. في عنا دواء الأورفينندرين، أورفينندرين موجود كتير بالصيدليات، هو والإبريسون يستخدموا بشد العضل أو بألام العضلات المزمنة، هم بيتاخذوا كحبوب. يعني هاي هون آلية العمل، طلعوا مثلا إحنا هون عنا التيزانيدين بيشتغل على الألفا 2، بحفز الألفا 2، بمنع الريليز تبع النيورو ترانسميترز اللي بتحفز العضلة. الباكلوفين بيشتغل على الجابا بي. شو عندنا كمان هون، الدانترولين، البنزوديازيبين زي الديازيبام بيشتغلوا على الجابا، على الجابا اي بيشتغلوا، هون بيشتغلوا على الجابا اي، سوري جابا اي وين هاي جابا اي، هون بي هاي اي خالص، مش بي هاي اي، هاي بي هيك شكلها اي، هيك شكلها. الدانترولين بيشتغل على العضله نفسها، بيعمل بقلل من الريليز تبع الكالسيوم. طيب نشوف السؤال اللي عندنا، what of the following is most associated with hypotension caused by histamine release. عم بقولنا اي واحد من هالادويه بيعمل هايبوتنشن، بسبب الهايبوتنشن
هو الهستامين ريليز. الباكلوفين لا ما بيعمل هايبوتنشن. البانكيورونيوم هو نوع من السكت، يعني ما اخذته بس هو ما بيعمل هايبوتنشن. هذول الاثنين بيعملوا هايبوتنشن، بس التيزانيدين بيعمل هايبوتنشن بسبب تاثيره على السي ان اس، بينما التيوبيكورين بيعمل هايبوتنشن بسبب الهستامين ريليز. فالاجابه هي التيوبيكورين. هايبوتنشن اوكيرز وذ التيوبيكورين اند تيزانيدين، بس التيوبيكورين بيعمل هايبوتنشن بسبب الهستامين ريليز، بينما التيزانيدين بيعمل هايبوتنشن تاثيره على السي ان اس على الالفا 2 ريسبتور. Which of the which drug has spasmodic activity and could be used for management of seizure caused by overdose of local anesthetic؟ اي واحد من هذول بدل اني استخدمه؟ هذا السؤال يعني انتم ما اخذتوه، بس يعني ما في مشكله لو نعرف الاجابه. الديازيبام حناخده بالانتي ابليبتكس، انه هو بنقدر نستخدمه كانتي سيجر دراج وسبازموليتك، يعني بيقلل النوبات الصرع. خلينا هلا ناخذ الناركوتكس، ان شاء الله يكون لك الترتيب عندكم. خلينا ناخذ الناركوتكس اللي هي الادويه المورفينات، اذا مش هالترتيب عندكم حتلاقوها يعني لقدام شوي. الناركوتكس الناركوتكس او المورفينات، خلينا ايوه يعني ناخذ هيك انتدكشن عن موضوع الناركوتكس. بين الالم هو every day experience performs an essential defensive function. الالم هو يعني له وظيفه مهمه، وظيفه الالم انه يعمل حماية للجسم. لما أتألم من شغلة أنا بوقف عنها أو ببعد عنها. Uncontrolled pain can diminish quality of life. الألم الشديد اللي أنا مش قادر أتعايش معها بيأثر على نوعية الحياة تبعت المريض. Pain acute أو chronic هو unpleasant، هو شعور يعني مش حلو. Sensory and emotional، شعور ممكن يكون حسي وكمان بيكون emotional، يعني المتألم شغلة بتأثر عليه emotion. ممكن المتألم انه يصير عنده اكتئاب، ممكن يصير عنده يصير عنده يعني مرض نفسي بسبب هذا الالم الشديد. فاحنا مشان هيك شغله السيطره على الالم مش بس سيطره جسمانيه، شغله كمان نفسيه. experience associated with actual or potential tissue damage، ممكن يكون فيها tissue damage فعلا او الالم هذا بيحذر من tissue damage اللي ممكن يصير بعدين. Analgesic هو الـ drug that effectively removes or at least lessens the sensation of pain. الانالجيسيك المسكن، بعض المسكنات بتشيل الألم، بعض المسكنات بتخفف الألم. أقوى مسكنات موجودة عندي هي الأوبيويدز، هي أقوى مسكنات موجودة وتستخدم في الطب. الأوبيويد الـ class of drugs that include natural opiates derived from opium poppy. هاي هي النبتة الأوبيوم بابي، يستخلص منها الأوبيات. وفي منهم مصنع سينثيتك وفي منهم سيمي سينثيتك، في بعضهم مصنع وفي بعضهم طبيعي ويتم انه يشتغلوا عليه ويغيروا شويه من التركيبة الكيميائية. الاوبيويد دراج كان بي كلاسيفايد اون بيزز اوف ذير ميجر ثيرابيوتيك اكزامبل، ممكن تكون انالجيسيك مسكنات، انتي توسب ادويه كحه، وانتي دايريه ادويه للاسهال انه توقف الاسهال. Opioid receptors are activated by endogenous peptides. إحنا عندنا الأوبيويد receptors اللي موجودة في الدماغ اللي بيشتغل عليها الأوبيويد. هدول receptors في عنا إحنا مورفينات طبيعية بالجسم اللي هي هرمونات السعادة happy hormones. هدول endogenous peptides الendorphins الانكفالينز والدينورفينز، هدول بحالة الألم بحالة المرض بيزيد إفرازهم على أساس إنه يخففوا الألم عن الشخص. طيب الأوبيويد عندنا أجونست، نيكست أجونست، أنتاجونست وأنتاجونست. خلينا نبلش نحكي عنهم على السريع. هم يعني الميكانيزم أوف أكشن إنهم بيرتبطوا بالأوبيويد ريسبتر في السي إن إس، هذا ما بيهمني. هم بيشغلوا بري سينابتيك، بيمنعوا الريليز تبع النيوروترانسميتر، وبوست سينابتيك بيعملوا بلوك للريسبتر. مش مهم، المهم إنهم بيشتغلوا على الأوبيويد ريسبتر. شو الإفكت اللي بيعملوه؟ بيعملوا أنالجيسيا، بيشيلوا الألم، هم أقوى مسكن موجود حاليا يستخدم بالطب. سيديشن أند إيفوريا، بيعملوا تهدئة للمريض، بيهدى المريض كان متوتر. وبيعملوا إيفوريا، بيعملوا اللي هي الشعور بالنشوة تبع المريض. أديتيف إفكت وذ أذر سي إن إس ديبريسنتس، إذا المريض كان مثلا بيشرب كحول وأخذ أوبيويد بصير تثبيط السي إن إس بزيادة، إذا المريض مثلا أخذ أنتي هيستامين وأخذ أوبيويد بزيد تثبيط الدماغ. respiratory depression باللارجر دوزز، اذا اخذ جرعات عاليه بوقف التنفس.
انتيتوسيف اكشن، هذا بياثروا على الكف ريفلكس اللي بالدماغ وبوقفوا الكحه. نوزيا اند فوميتنج، هذا كمان انهم بياثروا على الكيمو ريسبتور تريجر زون. حكينا بالتخدير، بنعطي المريض ادويه توقف المراجعه لانه هو بياخذ اوبيويد، الاوبيويد بتعمل مراجعه. جي اي تي افكتس بيعمل كونستيبيشن، فممكن نستخدمهم كادويه للاسهال حاله الاسهال، انهم بيقللوا من حركه المعده وبيقللوا من الاسهال. سموث ماسل، شو بقى تاثيرهم على العضلات الملساء؟ بيقللوا من كونتراكشن تبع اليوترس تبع الرحم، ريديوس ماس اليوترين تون، فبيعملوا برولونجيشن اوف ليبر، بيزيدوا من الطلق، يعني بيزيدوا من فتره الطلق او بيقللوا من قوه الطلق، فبصير الطلق بطيء. يورين ريتنشن، بيعملوا احتباس للبول، بياثروا على المثانه، العضلات الملساء اللي بالرحم بالمثانه، بيمنعوا البول انه يخرج وبيمنعوا الطلق. فاغلبهم لا ما بينعطوا للي بتولد الا دواء واحد، حكي عنه بعدين. ميوسز يعني تضيق في الحدقه تبعت العين. بابيلاري كونستركشن كاركترستيك اوف اول اوبيوز، كلهم بيعملوا هالشيء ما عدا المبريدين، المبريدين ما بضيق الحدقه، كلهم بضيقوا الحدقة ما عدا المبردين. مسلينياس يعني تأثيرات متفرقة، بزيدوا من إفراز الـ ADH أنتي دراتيك هرمون، فبيعملوا يورين ريتنشن، بزيدوا البرولاكتين والـ LH، فبيمنعوا إنه المدمنة على الأوبيويدز تاخد أوبيويدز بتركيز عالية، ما بتيجي هالدورة بسبب إنه ارتفع البرولاكتين والـ LH هرمون. الكرونيك افكتس، بيعملوا تولرانس، بيعملوا تعود، بيعملوا ديبندنس اللي هو إدمان. فيزيكال ديبندنس از مور كومن وذ سترونج اجونست، بصير عنده إدمان، بصير كمان عنده أعراض انسحابية. ويدرول افكتس، الويدرول افكتس اوكير ابون ديسكونتينيويشن، انه المريض وقف، المدمن وقف الدواء، او ادمنستريشن اوف اوبيويد انتاجونست، اخذ انتاجونست للاوبيويد، بصير عنده رينوريا، سيلان في الانف، لاكريميشن، بصير دموع تنزل كثير، تشيلز، جوز فليش، ماسل ايكس، دياريا، يونينج، انكزايتي وهوستيليتي، بصير كمان عنده عنف وبصير خطر على حاله وعلى الناس حواليه. طبعا المدمن عشان يتخلص من هاي الاعراض ممكن يعني انه يعمل اي شيء عشان ياخذ الدواء او الاوبيويد، ممكن انه يسرق، ممكن انه يبيع بيته، يبيع حاله، يبيع عيلته عشان بس ياخذ، لانه ما بيقدر يتحكم بالاعراض الانسحابيه اللي بتصير معاه، بتكون خطيره ومؤذيه. عشان هيك هدول لازم يتعالجوا بمصحات، نعاملهم كمرضى، يتعالجوا بمصحات يعني خاصه، وبقطعوا عنهم الاوبيويد، بعطوهم ادويه توقف الاعراض الانسحابيه. التوكسيسيتي، الجرعه العاليه من الاوبيويدز، الجرعه السامه، بتعمل ثلاث اشياء: بابيلاري كونستركشن، او بنحكي لها بين بوينت بيوبل، يعني بتكون العين زي ابره الدبوس، بين بوينت بيوبل، يعني هيك بتكون العين، هي عينه زي ابره الدبوس البوب تبعه. اذا اول شيء البابيلاري كونستركشن او بين بوينت بيوبل، كوماتوز ستيت يعني هو بكون غائب عن الوعي، وكمان ريسبيراتوري ديبريشن، التنفس بطيء او يعني بده يوقف التنفس. هاي ثلاث اشياء كاركترستيك للاوبيويد توكسيسيتي. الاوبيويد توكسيسيتي هي بين بوينت بيوبل، يعني عين زي الابره، غائب عن الوعي، التنفس بطيء جدا. هذه ثلاث علامات، هي علامات التسمم بالاوبيويدز. شو بنعطي؟ بنعطي انترافينوس نالوكسون. لما نبلش نعطي انترافينوس نالوكسون، بنطلع على العين بلش تتوسع، بيصير التنفس يرجع. is given until recovery of these signs، بنعطيه لحد ما تروح هاي العلامات، هاي الساينز تبعت الاوبيويد توكسيسيتي. طيب نشوف هلا أول دواء. أول دواء هو المورفين. المورفين هو البروتوتايب، بروتوتايب يعني أول دواء بلش استخدامه من هرمون الأوبيويد، تم استخلاصه، سترونج أنالجيسيك، قوي جدا،
فول اجونست يعني تاثير جدا قوي على على الاوبيويد ريسبتورز، بنعطى بارنترالي، في منه حبوب بس من اللي بنعطى بارنترالي، والابزوربد افتر تيكن اورالي، في منه حبوب، وبنعطى كمان ابيدورالي اللي هي ابره الظهر، يستخدم قبل العمليه، يوز از بري اوبريتيف ان دراج سيرجريز، بري اوبريتيف دراج في السيرجريز عشان تشيل الالم، and with other anesthetics agents، يعني لحاله ما بيستخدم بالعملية، لازم يستخدم مع أدوية أخرى. الهاي انترافينس حكيناها هاي في الأنستيزيا، الانترافينس مورفين مع النيتروس أوكسيد هو من أهم الـ is the major component of cardiac surgery، لأنه تأثيره على القلب مش no effect، يعني little effect on heart rate or blood pressure، ما عدا يعني يعني الجرعات العالية جداً except a toxic dose حيعمل bradycardia وhypotension. إذا المورفين آمن على القلب، ممكن ينعطى intravenous مع النيتروس أوكسيد، وبنعطى في عمليات القلب لأنه تأثيره على القلب جدا قليل، إلا بالجرعات السامة بيعمل bradycardia وhypotension. other side effects بيعمل histamine release، بيعمل إفراز الهستامين في الجسم، ممكن يعمل flushing اللي هي احمرار في الجلد، pruritus اللي هي الحكة حكة في الجسم كله. نشوف هلا الفنتانيل، الفنتانيل أقوى من المورفين، more potent than morphine، rapid onset and short duration، هذا منيح في العمليات، المورفين بيطول في الجسم، مرات كل عملية مثلا ساعة ساعتين، بدنا إشي سريع، بس خلال العملية يشتغل الفنتانيل بيكون ممتاز في هيك حالة، can be used epidurally، ممكن كمان يستخدم كإبرة الظهر، ممكن يستخدم also transdermal، لزقة فيها فنتانيل تعمل لزقة هاي تصير تفرز الفنتانيل في الجسم. كمان الانترافينس دوز ممكن تنعطى في الكارديك سيرجريز مع النيتروس اوكسيد لانه تاثيره على القلب هو قليل. الديامورفين اللي هو الهيروين لا يستخدم في الطب، اوكي، سيمي سينثيتك مش مهم، المهم هو استيليشن، مش مهم هذا الحكي، هو يعني شبه صناعي، فعال اكثر من المورفين ونسبته عاليه في الدهون، لا يستخدم ميديكالي، ميديكالي لا يستخدم بالطب، لانه من جرعه واحده هاي ادكتيف لايبيليتي، يعني من وان دوز الواحد بصير مدمن، يعني مثلا اذا واحد اخذ مورفي هروين هلا اوكي، وبعد مثلا 10 ساعات اذا ما اخذ جرعه هروين من جرعه واحده بصير عنده اعراض انسحابيه، يعني مريض واحد اخذ هلا هروين بعد 10 ساعات ما اخذ الجرعه الثانيه بصير عنده اعراض انسحابيه، متخيلين؟ فهو بسبب انه هو بيعمل كثير ادمان عالي. الميثادون long acting produce less euphoria than المورفين، إذا هو الإيفوريا النشوة فيه أقل من المورفين، هو يعني مصنع وبتاخد أورالي، فاستخدامه من الميثادون مع المدمنين diminish the withdrawal effects، ليه؟ لأنه هو بيتاخد عن طريق الفم وبيطول بالجسم وما بيعمل إيفوريا، فإحنا بدنا، إحنا مشكلتنا مع المدمن إنه تعود على الإيفوريا، تعود على النشوة، تعود ياخذ الدواء ابر، وتعود كل 6 ساعات ياخذ الدواء مثلا او 10 ساعات، الميثادون بياخذه مره في اليوم وبياخذ حبوب وما بيعطيه النشوه، فما ما ما غذيت الادمان تبعه وعالجته من الاعراض الانسحابيه، اذا هو دمنش بشيل الاعراض الانسحابيه، يستخدم في المانجمنت في المصحات اوف اوبويد ويذرول ستيت اند مينتننس بروجرامز فور ادكتس، يعني لما ياخذوا هذا المدمن الادكت على المصحه بيعطوه ميثادون عشان ما يصير عنده أعراض انسحابية لأنها جدا مؤذية. الميبريدين أو البيسيدين هو اللي بقدر أحكي عنه اكسبت، دائما دائما اكسبت، دائما أسئلته بتجي اكسبت، شو يعني؟ كل الأدوية تبعت الأوبيويدز بتعمل ميوسس تضيق في العين اكسبت الميبريدين، كلهم بيعملوا يورين ريتنشن وكلهم بيمنعوا الطلق اكسبت الميبريدين، فهو اكسبت إنه ما بيعمل ميوسس، بيعمل يعني بيعمل ما بيعمل يعني except انه does not cause meiosis no meiosis okay، ما بيعمل تضيق في العين زي بقية الأوبيويدز، وكمان no urine retention، ما في عنده، ما بيعمل احتباس في البول no urine retention، ولا بيعمل prolonged labor does not prolonged labor، فممكن يستخدم في الليبر خلال الولادة، ممكن يستخدم لأنه ما راح يمنع الطلق أو يمنع الولادة. commonly used in obstetrics، عمليات اللي هي بتصير في البطن، إنه العمليات اللي بتصير في البطن عادة بصاحبها بيكون فيها احتمالية urine retention عالية،
انا بدي اتجنب اليورين ريتنشن باني بعطي البيسيدين او المبريدين اند انالجيستك ديورينج ليبر، بقدر استخدمه خلال الولاده. Does not cause meiosis، حكينا ما بيعمل meiosis. Side effects ممكن يعمل anxiety, muscle twitching, dry mouth, severe hypotension, dependence. زيه زي بقية هدول، ممكن يعمل إدمان عشان هيك بنعطى في المستشفى، وممكن يعمل muscle twitching وهالأشياء بالجرعات ممكن العالية. بس بشكل عام هو الدواء ما دام انعطى في المستشفى هو بيكون آمن على المريض. الكوديين يستخدم كدواء antitussive، كدواء للكحة. دوزز مهم، هو المهم دواء كحة، هذا اللي بيهمني، انه هو اورال انتي توسيف. الكوديين شراب بينعطى للكحة كومبايند وذ انسيتس، مع الادوية المسكنة اللي حكي عنها، والباراسيتامول اللي هو المسكن تو ريليف مايلد تو مودريت بين، ممكن يأثر على الألم الخفيف بس هو مش قوي زي المورفين. الدكستروميثورفان والدكسترو بروبوكسيفين يستخدموا كأنتي توسيف، أنتي توسيف، أنتي توسيف. الدكستروميثورفان والدكسترو بروبوكسيفين كومبايند أصلا مع المسكنات الإنسيدز والباراسيتامول كأنتي توسيف كدول الكحة. الدايفينوكسيلات واللوبرامايد هدول أنتي دياريال، هدول لا يستخدموا عشان يوقفوا الإسهال. بنعطوا أورالي، عادة كيف بينعطوا؟ المريض يعني بياخد حبتين، هذا هم أوتو سي ما بيأثروا على الدماغ، بياخد حبتين بعدين بعد كل اسهال باخذ حبه، يعني اخذ هلا حبتين بعدين ممكن كمان شوي راح اعمل اسهال باخذ حبه وبستنى، اذا صار عنده اسهال برجع باخذ حبه، ما صار عنده اسهال ما بياخذ. لحد 8 حبات في اليوم، ممنوع ياخذ اكثر من 8 حبات في اليوم. اذا هو عم بياخذهم مستمر الاسهال لازم يراجع الطبيب. تمام، انا راح اوقف خلينا اكمل هدول. الاجونست انتاجونست دراجز هدول لهم يعني هم بنقدر نحكي عنهم شغلهم يعني اقل من الاجونست. يوزد فور مودريت تو سيفير بين، بيستخدموا في الالم المتوسط، تاثيرهم على التنفس اقل، ليس ريسبيرتوري ديبريشن وليس توليرانس، والادمان فيهم اقل. بيستخدم شو كونه انه هو تاثيره اقل من المورفين، بيستخدم للمدمن في المصحات عشان يمنع الاعراض الانسحابيه. كان بيوزد ان ويدرول ستيتس اللي هم المدمنين، in maintenance programs for addicts للمدمنين. ممكن يستخدم دواء اسمه بابرينورفين. الاوفر دوز تبعته مش مهم الحكي، الاوفر دوز تبعته ما بقدر اني انتجونايز باي نالوكسوم، يعني اذا صار في جرعه عاليه ما بقدر اعطي نالوكسوم، ما يعني ما بيوقف الانتاجونست، ما بيوقف التسمم تبعه، اذا صار في تسمم فيه فانا بدي اعمل سبورت للمريض، سبورت للتنفس، سبورت للشرات الحيويه تبعته ما بقدر اعطي نالوكسوم. الترامادول هو مسكن ويك اجونست على الاوبيويد ريسبتورز، افكتيف في المودريت بين في الالم المتوسط، used for opioid management for chronic pain syndromes، يعني مثلا مريض الكانسر بس يروح من جرعة الكانسر بعطوه ترامادول ياخذ الترامادول عشان يخفف الألم. ما بيأثر على التنفس ولا على الكارديوفاسكولار سيستم، بس بالجرعات العالية التوكسيك دوزز بتعمل سيجر، توكسيك دوزز كوز سيجر، بتعمل تشنجات. كونترا انديكيتد في اي مريض عنده سيجر، كونترا انديكيتد از سيجر، ممنوع ياخذها المريض اللي عنده صرع او مريض بياخذ اللي هي ادويه الاكتئاب سيلكتيف سيروتونين ابتيك انهبيترز او الاس اس ار اي. هذول الاس اس ار اي هم ادويه اكتئاب ممنوع اخذهم مع الترامادول، اوكي حناخذ عنهم بعدين. التبندادول، التبندادول هو نيور انالجيسيك، يعني يعني قوي، يعني هو نفس الترامادول اللي يستخدم في المدرة بين، ممكن استخدمه مع مرضى، هاي النقطة ما بتهمني مش مهم كثير، ممكن استخدمه بحذر مع مرضى الصرع او المرضى اللي بياخذوا اكتئاب بياخذوا اس اس ار اي، بقدر استخدمهم التبندادول بس بحذر. الترامادول ممنوع اي مريض صرع او مريض باخذ اس اس ار اي ياخذ الترامادول، بينما التبندادول ممكن مريض الصرع او مريض الاس اس ار اي ممكن ياخذ هاي التبندادول بحذر. الاوبيويد انتاجونست بتاخذوا عاده في حاله تسمم بالاوبيويد. النالوكسون بنعطى انترافينوس، الاكيوت بويزنينج اكيوت اوبيويد اوفر دوز شورت دوريشن بنضل نعطيه زي الانفيوجن او نعطيه فتره طويله عشان يقاوم التسمم. النالميفين بنعطى انترافينوس الدوريشن تبعته اطول من 8 ل 12 ساعه. النالتريكسون يعني بنعطى اورالي وبضله مفعوله يومين،
لونج هاف لايف تبعته انه هو فعال ضد الهيروين، يوز فور بلوكينج سترونج اجونست زي الهيروين. الهيروين جدا قوي، فممكن اذا المريض صار عنده تسمم بالهيروين نعطي النالتريكسون. يوز تو ديكريز كريفنج فور ايثانول، بحاله الكحول كمان المريض هذا الدواء بيقلل من اشتهائه للكحول. اذا المريض مدمن كحول عالجناه في المصحه مع علاج نفسي مع هيك، بعدين هذا المريض الطبيب يعني حكى له يطلع من المنصه، من عفوا يطلع من المصحه. لما طلع من المصحه الطبيب خايف انه يرجع على الكحول، فممكن يعطي له نالتريكسون. نالتريكسون بيخليه ما يشتهي الكحول، ما يصير انه يشتاق للكحول. used for treatment of alcohol dependency اللي هو ادمان الكحول. المثال نالتريكسون والالمي بوبان، هدول كمان ممكن يستخدموا كأدوية أنتاغونست، وما بيعملوا أعراض انسحابية عند المدمن، يعني آمن المدمن إنه يستخدمهم. إن هذا السؤال بلكن جاوبنا على المنصة وناقشنا على المنصة. يعطيكم العافية والسلام عليكم.